ده احنا زدنا نور. الشهادة يا حمودة. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. فيك حمودة هلا. اتفضل اقعد. والله متضايق كتير حمودة. ليه بس؟ ايه اللي حصل؟ من هذه الشرايط والمزلزلات والافلام التي بعتها لي حمودة. ايش هذا حمودة؟ والله مو فهمان شي حمودة. ايه مشكلتك بس في الشرايط والافلام اللي بعتها لك الاسبوع اللي فات؟ يا اخوي احنا بنريد مزلزلات وافلام مثل هذا مهند ونور. هدول اطراف ولجل خاطرنا يتحدثون خليجي. لا لا ما تقلقش، انا عرفت طلبك، انا هظبطك بقى شويه افلام على مسلسلات. يا ريت حموده. انما ايه عالبيكو؟ ايش هذا؟ وانا حسن شغل هذا الفيلم الاولاني. عادل اركب معايا نخش نجيب البضاعه من الملاحه. حاضر اخويا. طب وانا اركب ورا مع صبيان المعلم. الله في ايه؟ عارف انت مش المفروض انك مخزن البضاعة دي في اكياس بلندو؟ لا البضاعة دي بقى لها قد ايه في الملاحة؟ 15 يوم. معقول يا راجل؟ في حد يسيب مخدرات في صفايح في مية مالحة 15 يوم؟ دي البضاعة رايحة بقعر الملاحة والعمل اتسوالي. يعوض عليك ربنا. شعبي شعبي عادل انزل معايا الملاحة. الملاحة والملاحة وحبيبتي مروان الراحة حصر علينا حصر علينا. والله مو فاهمان شايف من هذا. ايش هذا؟ لا لا ايش هذا؟ ما تقلقش خد بس اشرب كوباية الشاي ديت وبال ايه ما يطبطوا النوتك. الكيف مناولة مش مقاولة يا شيخ. ماشي شغل ابي حصل الفيلم الثاني. الصواريخ صدمتني يا سيسان. صواريخ وانت ظالم ظالم. اخر صواريخ لقيط لقيط. ايش لقيط طراحه صواريخ؟ والله مو فهمان شيء من هذا كله. ايش والله انا مغادر وباخد بلدي. انت فهمت غلط. انا كنت بوريك نسخ الافلام. اما نسختك ما بتتعمل جوه. ثانيه واحده خليك معايا اقعد. وبضاعتي جاهزه وفي الحفظ والصون. تعي معي بحضرها لك من الملاحه. يلا يوبا. عادل اركب معي هتحضر البضاعه من الملاحه. كم كم يا اخي؟ تعال انت أن تركب بالخزمة مع صبيان المعلم. يلا بينا. شنو هذا؟ ما أدري. مو المفروض إنك مخزن هذه المخدرات؟ والعياذ بالله. والعياذ بالله. بسياسة تكتيكية. لا يا أخي. منذ متى وهذه المخدرات؟ والعياذ بالله. والعياذ بالله. في الملاحة. بقالها 15 يوم. معقول يا رجال؟ في حدا يقط مخدرات؟ والعياذ بالله. والعياذ بالله. 15 يوم بصفايح في مويه مالحه. اللي حصل يا اخي اللي حدث؟ البضاعة ردة والعياذ بالله في قعر الملاحة. شو بنسوي العمل في سوالي؟ بعوض عليك شقى عمري شقى عمري شقى عمري يا عادل. تعي معي على الملاحة بنحضر البضاعة والعياذ بالله. والعياذ بالله. الملاحة والملاحة وحبيبتي ملوت الراحة حصر علينا حصر علينا حصر علينا. لا 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 أنا مو راح التحق. الانتحار حرام الانتحار حرام. بالله عليك يا أخي بالله عليك اقتلني اقتلني. عظيم والله عظيم شيء رائع. هذا الذي نريده. والله عندك شاي ثاني؟ بشتري هذا الفيلم وكل نوعيه هذه الافلام. لا علي اجيب لك شاي ثاني. هذا حاسس. لا يا شيخ بريد شيء اخر فيلم اخر. ايوه هات كوبايه شاي ثاني يا شيخ. حرام عليك بريد شاي فيلم اخر مش شاي اخر. لا مؤاخذه انا اسف انا اسف. في لا في حاجات ثانيه كتير بريد عليا. وادي حسن شغل هذا الفيلم الثاني. بدك تقولين انك خرجت يا نيني؟ سيدنا الحسين دعاني قمت لبيت يا شيخ. شوفي لم تشفي وتقومي على ساقك. والله تلم خلقاتك
هدومتش وملبستش وعباياتك وتروح على امك. سامحني يا اخي سيد. سكري انا ما خلفت رايين تفوت. عظيم والله شيء رائع شيء رائع. هذا هو هذا هو بريد شاي ثاني. عندك شاي ثاني؟ عندي افلام ثانيه كثير. لا بريد شاي ثاني يا ريت كوب شاي ثاني. لا لا يا جدع شاي ثاني. عظيم والله. وادي حسن هات كوبايه شاي ثاني مشغل الفيلم الثالث. طالع ايش بتريد؟ انا مو هصير لوحدي يوبا. تبقى مع زوجتي حالتي. شنو؟ هيلت تتحداني يا ولد؟ لا انا استخدم حقي. هيلت مالك حقي في هالدار؟ هيلت لقيت نعم انا لقيتك على باب المتجر. ولد ظالم سكر جنك. ايش معنى هذا؟ يعني انت مو اخي؟ اه وانت مو ابني؟ وانت مو ابي؟ لا انا مو ابوك. وانت لقيت والله شيء مؤثر كثير. والله مؤثر هالفيلم كثير. والله بريد هذا الفيلم باي ثمن. لديك شيء ثاني؟ والله بشتري كل نوعيه هذه الافلام. لا ما تقلقش انا مجهز لك بقى شويه حاجات. انما ايه؟ ايش؟ دولار. ايش؟ فرجني يا شيخ. امسك بقى كده دير بالك على زوزو. دير بالك على زوزو. اسكندريه ليش؟ ايش؟ عابر سبيل في داري. ايش؟ غريب في بيتي. بشتري والله بشتري. ده غير الاغاني بقى اللي مجهزها لك كمان. ايش؟ اقول لك على حاجه كمان. إيه؟ امسك ده كده ده حكيوه خليجيه. ايش حكيوه خليجيه؟ حدوته مصريه. ايه والله بشتري والله. وادي مسلسل من 5 اجزاء ليالي الدوحه. ايش؟ ليالي الحلميه. ايه والله بشتري والله بشتري.